طيب اذا هي هذا هون كلامب ميتر، هذا الكلامب ميتر هي هون عشان ما اضطرش افتح الدائره واقدر اعمل من هون هيك ادخل السلك اللي بدي اقيسه بالدائره وبسكر. في هون سهم موجود، السهم بقول لي الكونفنشن تبع الاشاره، هذا ميزته عن الكلامب ميترز الثانيه بقدر اقيس اي سي ودي سي. معظم الكلامب ميترز اللي زي هيك بتكون زيها بتشتغل اي سي عن طريق كارنت ترانسفورمر، هذا بيستخدم تكنولوجي اسمها ايش التكنولوجي اللي بيستخدمها حتى يقدر يقيس اي سي اي سي ودي سي؟ هول افكت، بيستخدم فكره الهول افكت. فهلا هذا انا جيت استخدمته اليوم عشان اقيس كرنت، خصوصي عشان افرجيكم اليوم هذا. فهون لما حطيته على الكرنت رينج وقست مره قست اي سي كرنت ما فيش دي سي، ومره قست دي سي كرنت بيور دي سي، واعطاني هون قراءتين، هون في عنده قراءتين اللي هي واحده اي ار ام اس وواحده اي دي سي. نشوف القراءات اللي طلعت معنا. إذا بنطلع هون، هلا اطلعوا لي على هاي، إيش تتوقعوا هاي القراءة كانت؟ أي واحد من الكرنتس التنين، لاحظوا الأول هون أمبيرز آر إم إس والثانية أمبيرز دي سي، يعني هذا هو بيمثل هون الأفرج أو في أو هو آي عفوا بالحالة هاي هو آي أفرج أمبيرز أفرج، وهذا هون بيمثل الآي آر إم إس. هلا طلعوا القراءتين، شو بتلاحظوا القراءة الأولى قديش قيمتها؟ 4.43 أمبيرز آر إم إس. بس القراءة الثانية إيش بتعطيني؟ تقريبا زيرو، فإيش عماله بقول إنه الأفرج تبع هاي السيجنال تقريبا زيرو. تقريبا إذا قلنا هاي زيرو، معناها هاي السيجنال بيور إي سي، وشو أعطاني إلها؟ آر إم إس اللي هو 4.43 فولت أمبيرز آر إم إس، إذا أنا بعرف إنه هاي السيجنال بيور إي سي ما فيش فيها أفرج، والآر إم إس كلها تبعه جاي من الإي سي. لو جينا اطلعنا الان على القراءة الثانية هذيك كانت على سنجل فيز اي سي موتور، لهي انا مش عاملها روتيشن بقدر اعملها روتيشن. هلا هدول شو بنلاحظ عليهم؟ هدول القيمتين بالضبط متساويين، الافرج تبعه مساوي للاي سي تبعه من هون، فالتنين متساويين، فبدون ما يحكي لي بدون ما يقول لي انه هذا دي سي ولا حتى على المالتي ميتر من هو ما من كتب ما هو اميتر جيد ما في اجي انا احطه على ار ام افريج او ار ام اس. متذكرين الاميترز الثانيه اللي كنتوا تستعملوها في المختبر شو كنت بدك تضطر تعمل؟ بدك تقرر انه بدي اقيس دي سي كرنت فتروح تحط على الدي سي، وكيف يكون شكله؟ زي هيك. او اذا بدك تقيس اي سي بدك هذا، وهذا يعطيك الافريج فاليو وهذا يعطيك الار ام اس فاليو. هون الحلو بهذا المالتي ميتر مباشره اعطاك، وهذا ترو ار ام اس. شو يعني ترو ار ام اس؟ ما بروح بحسب البيك تبعت الويف فورم اللي اسمها على جذر التنين. فاهمين؟ لانه مفترض انه ما تكونش ساينسويد هاي الويف فورم. شو ما كانت هاي الويف فورم بعمل التكامل بربع السيجنال وبكاملها وبعدين باخذ الافرج فبطلع القيمه الصحيحه. طيب انا اسالكم هلا سؤال، لو انا جيت قرات هذول التنتين وجدتهم انهم مش متساويات، شو هذا بقول لي؟ تمام ممتاز، اذا هاي السيجنال بكون فيها اي سي ودي سي بنفس الوقت. يعني لو اخذنا مثلا مثال ناخذ رقم، لو جينا قسنا على هاي ووجدنا انه الار ام اس تبعها مثلا كان 5 امبيرز والدي سي كومبوننت مثلا كان 2.5 امبيرز. فجيت اطلعت على السيجنال وجدت الافرج تبعها 2.5. فهون عندي 2.5 امبير، هذا الافرج تبع السيجنال، ونفترض انها كانت ساينوسويدر، ولو كانت ساينوسويدر راح يصير عندي هون في قيمه ثانيه انا ما بعرفش بالضبط شو هي، هلا بنشوفها. كانها السيجنال زي هيك. فالار ام اس تبع السيجنال الاصليه كلها، السيجنال كلها كامله 5 امبير. والافرج تبع الدي سي، الافرج دي سي تبعتها 2.5. الفرق بينهم ايش بفسره؟ انه في عندي اي سي كومبوننت غير الدي سي كومبوننت. هل الدي سي والاي سي بالحاله هاي اورثوغونال؟ هاي الساينوسويد والدي سي اللي موجود هل هم اورثوغونال؟ اذا الار ام اس بالسيجنال الاصليه شو بيساوي؟ اذا عندي 5 تربيع بتساوي الجذر التربيعي لاي اي سي، مش هيك؟ الار ام اس تبع الاي سي زائد اي دي سي تربيع. قديش هذا كان؟ 2.5 تربيع 6.5. فبصير عندي هون قديش بتطلع اي اي سي ار ام اس؟ اذا بناخذ هاي بتصير 25 مش هيك؟ او هاي عفوا هاي لازم تكون هاي لازم كانت 5 بتساوي مش هيك؟ 5 بتساوي هذا تربيع زائد هذا تربيع. فاذا ربعنا الاثنين بنشيل الجذر وهاي بتصير 25
وبنقل هاي 2 ونص تربيع شو بتصير؟ 6 وربع، فهاي بتساوي 25 ناقص 6 وربع تحت الجذر قديش؟ 4.33 هذا امبير. هذا ايش ار ام اس؟ طب قديش اذا البيك هذا راح يكون؟ نضرب 4.33 في جذر التنين 6.12. اذا هذا هون 6.12 امبير، وطبعا اذا نزلت من هون 6.12 2.5 صفى هاي السيجنال ما راح تكون هيك، راح تكون تقريبا يكون هيك. وهذا الافرج طبعا، اوكي؟ الكل فاهم شو اللي عملناه هون؟ اذا انا قست سيجنال وجدت انه الار ام اس تبعها بيساوي الافرج تبعها، معناها هاي السيجنال بيور دي سي. اذا قست السيجنال وجدت انه الافرج تبعها زيرو والها ار ام اس، معناها بيور اذا كان هذول الرقمين مش متساويين، معناها هي ميكستر اوف اي سي اند دي سي. بس احنا عارفين الدي سي طبعا بتعريفنا ايش هو تعريفنا للدي سي؟ هي كونستنت في الماجنتيود، مش هيك؟ اذا بالحاله هاي بكون عندي هاي السيجنال فيها اي سي وفيها دي سي، ولانهم اورثوجونال بقدر اطبق القانون هذا اللي بقول انه الار ام اس الكلي للسيجنال بيساوي الجذر التربيعي تحته مربع الار ام اس للتو سيجنالز المختلفات. لو انهم مش اورثوجونال هذا ما بكون صحيح، اوكي؟